FM. الكلمة ليك. دونك باش نختموا مع جزء آخر من تصريح حافظ قائد السبسي، نسمعوه مع بعضنا. وين كان وجه اتهامات لمحسن مرزوق ما بين ظفرين بالعمالة وتنعرفوا علاش؟ اليوم ولات عندنا توجهات مختلفة. وقت اللي نشوف واحد يطالب إطاحة الحكومة، وقت اللي تشوف انت محسن مرزوق طالب الإطاحة بالحكومة، بالطبيعة طالب إطاحة الحكومة، وقال أن الحكومة هذه الحكومة هذه ضعيفة، وخرج حتى في الخارج وقال الكلام هذا وشيء موثق، ودار مثلا من سفارة لسفارة كيف كيف، حتى ما هو باش نقول لك أنا باش اليوم برشا حاجات لازم على الأقل نقولها بكل جرأة، كيف كيف حتى شوه صورة رئيس الجمهورية. إيش معناها؟ شوه صورة رئيس الجمهورية، شوه صورة رئيس الجمهورية، وحتى مس من مصلحة تونس في الخارج. دونك الجزء الاخر ممكن من الرساله اللي حكينا عليها عبر قناه نسمه هو راهو العدو نتاعي هاوش عمل وتصفيه حسابات. اسمعناه حفظ الله حافظ من الزلات ومن الاخطاء التي لا تفسير لها الا انه مازال هاوي في حقل السياسه. يا سي حافظ، نصيحه اخويه، وقت الواحد يتولى مسؤوليات وطنيه في حزب له الاغلبيه في البرلمان يتحاشى هالمشاهد، يتحاشى هالمشاهد الكاريكاتوريه. سي محسن مرزوق اذا تذكرنا احنا ولا نحيو الذاكره زاد فرد مره، ما عادش نفكروا اللي محسن مرزوق هو الرفيق القريب المقرب للرئيس الباجي قائد السبسي في الحمله الانتخابيه، كان هو مدير الحمله، هو الذي سهر على انتصار حزب نداء تونس في التشريعيه في الرئاسه. ننساو اللي في قصر كارتاج تولى منصب مستشار سياسي برتبه وزير، ننساو انه كان مع الرئيس الباجي قائد السبسي في واشنطن في زيارته الرسميه للرئيس اوباما والى جانب جون كيري، هو اللي وقع بالاحرف الاولى على معاهده او وثيقه تعاون بين تونس والحلف الاطلسي. ننساو هذا كله، انه خرج من قصر كارتاج بمباركه رئاسيه الى امانه عامه لحزب نداء تونس، هذا الكل ننساوها ووسمه مما احدث ضجيجا في البلد بالوسام الاكبر من وسام الجمهوريه، اظن هكا الجمهوريه. دونك سي رجاء، انت شفت لي انت وانت تحكي دونك في مخي فكرتين، الفكره الاولى اللي حافظ السبسي كان قال زاده وغيره حتى من الانصار نتاعو، الانصار نتاعو دونك اللي يتبعوه في الحزب، كان قالوا انه مشيت محسن مرزوق وذا يخرج في الاعلام انه مشى ياخذ توصيات وقابل شكون من المخابرات الامريكيه، وعلى اساس فما توت ان بلون نتاع انقلاب على الباجي قائد السبسي. اثنين دونك في التوسيم نتاع محسن مرزوق، ضيفنا بعد زياد الهاني كان وقتها قال يجون كونتيستي جوستومون، اما مازلنا ما كملناش من المسلسل، راهو المسلسل في صحيفه المساء واذكروا الاشياء باسمائها، في صحيفه المساء الغراء في عدد الاربعاء 11 نوفمبر هكا ولا الاخرانيه هذه، مرزوق يستعين بمحمد دحلان اللي كان رئيس المخابرات الفلسطينية السابق لتفكيك نادى تونس، وقد استقدمه إلى تونس وهو يعلم علم اليقين بأن محمد دحلان هو الجاسوس متاع الموساد في قلب الإسرائيلي في قلب منظمة التحرير الفلسطينية. هذا الصحافي اللي كتب هالحقائق الغريبة، هذه الحقائق تحرير ما يهمش ما نذكروش الأغلاء يعني أصحاب الأخطاء كاملة، معناها على خاطر قاعدين يسمعوا فينا مئات الالاف من المواطنين، ما نزيدوش نحموا المشهد السياسي بما ليس فيه. بعد ان فشل في السيطره على الحزب، على حزب نداء تونس، مرزوق يستعين بدحلان لتفكيك نداء تونس، هذا نفس الكلام الوارد في بيان سي حافظ قائد السبسي البارح في نسمه، نفس الكلمات معناها واستتروا بربي إذا قمتم حاجة فاستتروا، بدلوا النصوص، بدلوا الجمل باش ما يقولوش الناس راهي حملة ممنهجة ضد أمين عام، إلى حد الآن هو أمين عام حزب نداء تونس. ما يجيش الرفيق مع رفيقه وفي تلفزة قدام المواطنين إيش يقولوا عليكم الناس. الكلمة ليك.